محمد الواكد محاولة لاستلام الكرة. يا سلام عليك يا ياسر شاهين في الاستخلاص. كذلك مرسلة طولية الكرة كانت، ولكن ياسر شاهين في المكان الصحيح. تابع الكرة من أمام ياسر شاهين، يضغط على ياسر، محاصر ياسر شاهين في هذه المساحة الضيقة، يحاول الخروج بالكرة، لا يزال يضغط عليه سامر ولكن خرج بالكرة بشكل ممتاز. لكن ياسر شاهين في المكان المناسب، صعب جدا أن تلعب خلف ياسر شاهين، مدافع مميز، مدافع قادر على قطع الكرة. وتمرر باتجاه الأمام، ولكن تغطية دفاعية من ياسر شاهين من أمام لاعبين، يبعد الكرة بمبدأ الأمان والاطمئنان. وصلت عند علاء الدالي، ينطلق سريعا، ولكن ياسر شاهين في التغطية. باتجاه على الدالي أنس بلحوس وياسر شاهين في التغطية الدفاعية.
حاولت لعب كرة خلف المدافعين ولكن ياسر شاهين في المكان المناسب يبعدها في المرة الأولى. حسن دهان فقدها من أمام ياسر شاهين. عادت إلى ياسر شاهين، انطلق ياسر بالكرة، حاول المرور، مر ومرر إلى قصي حبيب، لا واحد أمام محمد صهيوني، يمرر إلى ياسر شاهين المتقدم نحو الأمام. ياسر داخل منطقة العمليات يحاول الدخول، حكم اللقاء هذا يشير ركلة جزاء. مع ياسر شاهين أحد لاعبي الخبرة طبعا بفريق الوحدي بال ياسر شاهين بشكل جميل أعطى الكرة لمالك علي.